السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نشارك معكم هذا الفيضان. اليوم الاثنين، البداية ديال أسبوع 25 في مارس 2024. هذا واد ديال أكادير. غادي نشارك معكم هذا السيول وهذا الفيضان الرائع جدا. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. الاخوان راه ما عندكم ما تخسروا، اشتركوا لينا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكل شيء دير ابوني وديروا الخير باش تلقاو، راه ما عندكم ما تخسروا. دابا الى شاهدتي هذا الفيديو وما درتيش ابوني اش كتسمع؟ راه عاد اش غادي تخسر الا درتي ابوني؟ ما تخسر والو، ابوني فابور بالمجان، ضغط على ابوني باش نوصلوا 100,000 مشترك ونبرعوكم بالاوديه. اذا اكتشفنا خاص عواصف رعديه خاص في المغرب، اذا ربما اكتشفنا البارح مدينه اسفي فيضانات وعاصفه رعديه مجهده، شفتوا بعض السيارات غرقوا خاص في مدينه اسفي، وهذا شيء عادي جدا، النعمه ديال سيدي ربي. اذا هذه الامطار غزيره وهذا السيول كله النعمه ديال سيدي ربي، اللهم بارك. كما كتشوفوا اذا كنعتذر لكم، راكم عارفين صايمين كيكون صعب جدا الدوي. اللهم بارك. هذا واد شوفوا تبارك الله عجبني، وحق الله الا عجبني هذا الواد. علاش عجبني؟ نقي وسكوتي، واحد الواد سكوتي تبارك الله. سمعوا سكوتي، شوفوا سبحان الله، سمعوا الصوت ديالي، سمعوا الصوت ديالي، سمعوا الصوت ديالي، شوف كتعرف بزاف. نسولوا الواد، كتعرف بزاف؟ نعم انه اعرفه، انه كذاب. لا تذكر لي هذا الاسم، انه كذاب بزاف، انه كذاب. اذا نرجع نكمل لكم واحد شويه هاد السيول هاد الفيضان باش نوضحوا لبعض الناس. بزاف راه كيموت على الفيضان، بزاف كيحمق على الفيضان، ملي كيشوف الواد بزاف كيتزاد فيه النص. يموت على هاد الشيء. اذا هاد الواد واخا جاب واحد شويه، حيت المساحه ديال الواد كبيره جدا من تما حتى لهنا. اذا الا كانت العاصفه رعديه مجهده كيوصل حتى لهنا، ويوصل حتى لهذيك الاتجاه. دابا هاد الامطار الغزيره اللي نزلت اليوم في اكادير، هذا هو النيفو ديالو كما كتشوفوا، السيول وامطار غزيره. اذا نتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم. اذا هذا واد وعادي جدا، هذا الشيء اللي جاب، فين كاين المشكل؟ هذا هو واد، اللهم بارك، ما كاين حتى شي مشكل الا جينا نصوروا لكم هذا الواد وتكتشفوه بالطريقه ديالكم. شوفوا تبارك الله، جاب واحد شويه، كون جاب بزاف غادي يعجبكم بزاف. هاد البلاصه اللي نقيه، هي هاد البلاصه غنصور لكم هاد البلاصه. دابا بدا كيتزاد هاد الواد، والله الا بدا كيتزاد، اللهم بارك. شوف هاد الواد كيدي الماء للبحر، وعندكم هاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوه تبارك الله، هنا نقي زوين. اذا راه شفتوا الواد ديال طنجه، بحال هادشي اللي جاب واد طنجه، صورنا ملي جاب واد طنجه الفيضان، بحال هادشي اللي جاب واحد شويه، اللهم بارك تبارك الله. شوف هاي هاي هاي، صراحة عجبني هاد الواد، عجبني بالطريقة ديالو. شوفوا تبارك الله. إذا هذيك البلاصة سكوتي، هنا كاين الصوت، سمعوا الصوت ديالو هنا. علاش كيدير الصوت هنا؟ حيت هنا ماشي بحال هذيك البلاصة، هذيك البلاصة متقد فيها الماء، هنا لا، هنا عندي واحد الحفرة هنا في اتجاه كينزل فيها داك الفيضان وكيدير الصوت. إذا البلاصة اللي الواد كيدير فيه الصوت ما فيه الصوت كيكون مقاد، بحال هذيك البلاصة مقاد فيه الواد. تبارك الله، النعمة ديال سيدي ربي. شوف تبارك الله تبارك الله،
وهذا الماء زوين ونقي، الريحه ديالو زوينه والله الا هذه الريحه ديالو زوينه. كما كيقولوا بعض الناس كيقولوا لي الغدير، كيقولوا لي الغدير، يقولوا يسموه هذا الماء الغدير. اذا هذا هو اللهم بارك. اذا هذا الاتجاه كاينه لاكوت، باش نخبركم بانه لاكوت كاينه في الاتجاه، وهذا الواد راه الا تفرجتوا فيه بعض الناس ديال اكادير يقول اللي عرفناه، بعض الناس ما غاديش يعرفوا في حتى فين جا هذا الواد. اول مره نشوفو، ياك بعدا اول مره تشوفو. شتي احنا ساعدناكم باش تعرفوا هذا الواد، شحال واحد ما كان عارفو الا صورنا وعرفوه الناس. تبارك الله. اذا واد رائع جدا، واد جميل تبارك الله كما كتشوفوا السيول، تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي. غنصور لكم هاد الاتجاه حتى هي باش تكتشفوه. ها هو هذا هو واد، يقدر كيتزاد، انا رايي هاد الواد كيتزاد، كيتزاد تبارك الله. شوف هنا السكوتي، علاش الواد هنا السكوتي؟ حيت هنا شوف تبارك الله، شوف هنا السكوتي، هنا مقاد. السيول، اذا هاد الواد كيدي للبحر الاتجاه كله تبارك الله كما كتشوفو. السيول شهر رمضان، باش نكون واضح، التراب ديال هنا كتزلق، التراب ديال هنا كتزلق تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي. اذا حاولنا صورنا لكم جوج اوديه وواحد الفيديو ديال امطار غزيره، اذا ثلاثه الفيديوهات اللي صورنا اليوم، وكل مره غادي نصور لكم واد جديد، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التفاعل ديالكم. راكم عارفين كنديربو تماره في هادشي، راكم عارفين كيتابعنا المونتاج، وخصك شحال ديال الوقت باش توصل هاد الواد باش تصور، ومن بعد توصل للدار ودير المونتاج وتحطو عاوتاني فلاشين، وشحال ديال تماره. دير واجب الدعم ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. دائما كما قلنا الهدف هو نشهروا القناه، توصل القناه تطلع، هذا هو الهدف. دائما الهدف ديالنا والطموح ديالنا هو لاشين تنجح وتطلع في التفاعل، هذا هو المهم. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 100000 مشترك. تحياتي اكادير المغرب.